طيب شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبدأ بقى. احنا المرة اللي فاتت لو انتوا فاكرين كنا ختمنا بالتجربة اللطيفة بتاعت الـ DCT. فاكرين يا شباب؟ كنا اتكلمنا على ان ديسكريت كوساين ترانسفورم. انتوا عارفيني؟ شفتوني صح؟ طيب كنا اتكلمنا عن الديسكريت الاول، اللي اتكلمنا على أهمية الكمبريشن، وكلمنا على اللوسلس كومبريشن، وبعدين بدانا نتكلم عن هافمان كودينج، وقلت انكم بتدرسوه بتفصيل مع دكتور نافع، فقلنا خلاص نتكلم بقى على الديسكريت كوساين ترانسفورم، وفهمنا اشكال البيزس فانكشنز بتاع الديسكريت كوساين ترانسفورم، قعدنا نرسمها صح لو انتم فاكرين المره اللي فاتت، وقعدنا نقول طب ليه احنا اخترعنا الديسكريت كوساين ترانسفورم، وليه هو المستخدم في الكومبريشن. فلقينا الديسكريت كوساين ترانسفورم يمكن يعني ان احنا نعمله عن طريق ان احنا ناخد سيجنال كويس ونعمل لها فليبنج، وبعد كده نجيب لي الكلام ده كله اف اف تي. فلما بنعمل كده مش بيبقى فيه هاي فريكوانسيز كتيره، وبالتالي الكوفيشنس بتوعنا بيكونوا في حته صغيره في الفريكوانسي دومين، وده سميناها انرجي كومباكشن. يعني انت تعرف تمثل السيجنال بعدد قليل من الكوفيشنس بيشيلوا الانرجي بتاع السيجنال كلها. كويس، فاحنا عندنا حاجتين اساسيتين موجودين عندنا في الكومبريشن. عندنا حاجه اسمها لوسلس كومبريشن كويس، او انكودنج تكنيكس زي الهافمان كودنج، هدفها الاساسي ان انت عندك مجموعه من البيتس، بتسيب بقى ليها اي معنى في الدنيا، او مجموعه من السيمبلز، السيمبلز دول بيتكرروا بفريكوانسز مختلفه، فبتاساين كودز ليها لينث صغير الحاجات اللي بتتكرر كتير، وبتاساين كودز ليها لينث طويل الحاجات اللي بتتكرر قليل. دي الفكره بتاعت الفاريبل لينث كود. فعندنا حاجه اسمها يعني انكودنج جيد للبيتس كويس، وعندنا حاجه بقى اسمها ترانسفورميشن لدومين تاني، وممكن احنا نشيل سام كوفيشنز. لو انتوا فاكرين المره اللي فاتت لما جينا كان عندنا اللي هو اللاين اللي كان موجود ده، ورحنا جايبين له الاف اف تي وجبنا له الدي سي تي. لما الدي سي تي هو كان 16 اليمنتس، لما الدي سي تي عملنا الدي سي تي ل 16 اليمنتس دول، لقينا ان الكوفيشنز ليهم معنى كانوا اول 3 اليمنتس ولا حاجه. فلما اخذنا الكوفيشنز دول والباقيين كلهم طنشناهم، لقينا ان وجينا نعمل اي دي سي تي الناحيه الثانيه، لقينا ان الفيكتور اللي طالع بعد الاي دي سي تي شبه الفيكتور الاصلي بشكل كبير جدا. فانت عرفت تمثل 16 اليمنت ب 3 اليمنتس بس. تمام؟ طيب الكلام ده كله بقى دول زي ما قلنا دول الايه البيزك بلوكس اللي احنا بنشتغل بيهم. الكلام ده بقى لازم يترجم لستاندردز. حلو، دي نظريات، بس حد ممكن يقول والله انا هستخدم الهافمان كودينج اللي بالشكل الفلاني، انا هاخد اول 3 كوفيشنز بس من الدي سي تي، حد تاني يقول انا هاخد تاني 3 كوفيشنز، حد ياخد يقول 5. لازم الستاندرد، لازم نتفق على حاجه. ليه لازم يا شباب نتفق على حاجه؟ في الاخر احنا دلوقتي ويندوز فيها 50 ايمج فيور صح؟ يعني انت ممكن تاخد صوره عندك في الويندوز ودبل كليك على الصوره فتعرضها لك. مش برنامج واحد هو اللي بيعمل كده، في برامج كتيره جدا بتعمل كده، وفي برامج كتيره جدا على لينكس والماك كلهم بيعملوا كده. كلهم بيمسكوا نفس الصوره اللي هي الجي بيك فايل ده، كله بيمسك نفس الصوره وكله بيعرضها صحيح؟ بروجرامرز مختلفين اخذوا نفس الصوره وعرضوها. تمام، يبقى لازم الصوره دي من الاول خالص يكون ليها سيرتن فورمات، ليها سيرتن فورمات واضحه جدا كلنا متفقين عليها، علشان لما الناس اللي بتعمل الديكودرز ديول اللي بتعمل برامج بتاعت الايمج فيوينج دول يجوا يعرضوها يعرفوا يعرضوها. يعني انت اصلا حتى على البراوزر انت عندك مليون براوزر موجودين، كروم، فايرفوكس، ايدج، مش عارف ايه، تمام، دول كلهم بيعرضوا صور صح؟ كل واحد من دول بياخد الصوره من على الانترنت ويعرضها لك على الصفحه بتاعتك صح، ياخدها من السيرفر مضغوطه ويجي عندك ويروح فاتحها لك. يبقى كده في عندك جي بيك ديكودر موجود في كل براوزر موجود، فكل شركه عامله براوزر عامله معاها جي بيك ديكودر. ف عشان كده لازم نكون متفقين على الشكل بتاع الجي بيك فايل ده هيكون عامل ازاي. تمام، فالجي بيك هو اشهر لحد النهارده، يعني قبل الحاجات الجباره بصراحه اللي حصلت ان ده واحد من الستاندرز اللي عايشه بقى لها مثلا فوق ال 20 سنه ولا حاجه، اكتر كمان 20 سنه، هنتكلم على من اول 94، يعني ناس بتتكلم من اول 94، بنتكلم على قد ايه 30 سنه اولموست 30 سنه. تمام، فان ستاندرد يقعد بالشكل ده معنى كده ان ده حاجه رائعه رائعه.
طلع بقى لما انا كنت لسه في الكليه وكده، طلع حاجه اسمها جيبك 2000. وجيبك 2000 ده جم كده شويه ناس قالوا ده هيبقى بقى الدوميننت ومش عارف ايه، وبيزد على حاجه اسمها ويفلت ترانسفورم. وفي الاخر تيجي تبص على صور الكومبريسد بجيبك 2000 ما تلاقيش، مفيش، مش موجود. كويس، يعني ما اخدش اي سوق خالص. السبب ايه؟ السبب ان ستيل الجيبك العادي اللي احنا هنشرحه النهارده ده افيشنت جدا 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 جدا، وانتشر بشكل كبير، والكومبلكس بتاعته مش عاليه قوي. كويس، التطور اللي حصل اكتر في الحته بتاعه بقى الفيديو كودينج. الفيديو كودينج هو اللي بيطلع فيه كل كام سنه يطلع ستاندرد جديد، لان هما في احتياج ضخم لاي شويه كومبريشن زياده في الفيديو، باعتبار ان ده هي اكتر سيجنال بتتباعت في الدنيا. اي شويه كومبريشن زياده في الفيديو بت ايه بت بمصلحه الجميع، مصلحه الناس بتوع الستورج زي ما قلنا، مصلحه الناس بتوع النتورك اوبريتورز، فاي تطور فيه بيبقى حاجه كويسه بالنسبه للكوميونتي كلها. فاول حاجه جي بيج هو لوسي ايمج كومبريشن تكنيك. لوسي، كويس، لوسي معناها ان احنا زي ما قلنا يا شباب هنعمل كومبريشن لصوره اصليه ونعمل دي كومبريشن، الصوره اللي تطلع دي هتكون مش هي الصوره الاصليه، يكونوا مختلفين عن بعض بس ممكن فيجوالي يكونوا شبه بعض جدا. تمام، عينين هتشوفهم شبه بعض جدا بس الفاليوز بتاعت البيكسلز ممكن يكون فيهم اختلافات. تمام، زي ما قلنا هو من يعني من 94 طالع ولا حاجه. الجيبك بيقول لنا ايه يا شباب؟ بيقول لنا والله انت شكل الفايل بتاعك اللي انت المفروض الديكودر يشتغله هيكون عامل ازاي. ده بيسموها بيت ستريم، ترتيب الهيدر مثلا. الهيدر بيقول لك اول 2 بايتس معناهم ايه، البايت اللي بعديها معناها ايه، البايت اللي بعديها معناها ايه، الميتا ديتا. الميتا ديتا اللي هو مثلا مين المؤلف بتاع الفايل ده، الفايل ده اتعمل امتى، اذا كان في اديتور معين او كودك معين هو اللي عمل الفايل ده، دي اسمها ميتا ديتا. كويس، كل دي بتتقال في اوائل الفايل. طب والله الفايل ده نستخدم كومبريشن عامل ازاي، هل هو مفضل الكواليتي عن السايز، ولا مفضل السايز عن الكواليتي، ولا ايه بالظبط. كويس، كل التفاصيل دي بتتقال في الهيدر فوق. كويس، وبعدين بنروح حاطين البيت ستريم اللي هو فيه بقى الانفورميشن، فيه الكومبريسد داتا بعديها. فهو الستاندرد بيعرف ده. كويس، الستاندرد بيعرف ده. فلما تيجي تفتح ايمج جي بيج فايل حاجه اسمها هيكس اديتور، كويس، لما تيجي تفتحه بهيكس اديتور هتلاقي الحاجات يعني مترتبه كده بشكل واضح. ماشي، طيب هو ده في فول سكرين مش عارف، خلاص اوكي. احنا قلنا من المحاضره فاكر في حاجه اسمها هافمان كودينج والسكريت كوساين ترانسفورم، دول اساسيين موجودين عندنا. في حاجه كمان اسمها ران لينث كودينج، اخدتوها او سمعتوا عنها ولا لا؟ ران لينث كودينج دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن فكره ظريفه جدا. اين الاقلام؟ ام اشرف هاتي لي اقلام بس، هاتي لي احمر وازرق او احمر واسود. طيب ايه الراندنس كودينج ده يا شباب؟ الراندنس كودينج بيقول لك ايه؟ لو انت عندك الداتا بتاعتنا يا شباب عباره عن ايه؟ اي بيت ستريم عباره عن زيروز وونز، صح؟ هو بيقول لك لو انت عندك حاجه بتتكرر كتير، يعني سيكونس اوف زيروز ورا بعض او سيكونس اوف وانز ورا بعض، كويس، انتوا شايفين يا شباب ولا لا؟ طيب احنا ما عندناش حاجه، احنا عايزين نقفل ده، عايزين نقفل اللي قدام هنا ونشغل اللي ورا. ماشي، طيب يا شباب الران لينث كودينج معناها ايه؟ معناها لو انا عندي سيكونس اوف زيروز او سيكونس اوف وانز، كويس، تعالوا تتخيلوا كده الداتا بتاعتنا بتيجي. شكرا يا مشرف، بس عشان المحاضره معلش يا دكتور.
لو عندنا سيكونس اوف زيروز او سيكونس اوف وانز. تخيلوا كده الداتا بتاعتنا، تخيلوا شويه الداتا بتاعتنا هي اصلا طبيعتها يا اما بيجي لك أربعة زيروز ورا بعض، يا اما بيجي لك أربعة وانز ورا بعض كده. دي طبيعه الداتا، دي طبيعه الداتا. وانت عايز تبعت الداتا دي، دول كام بت يا شباب؟ 4 بتس صح، ودول 4 بتس. حد يقول لي طريقه اذكى من كده شويه ابعت بيها الداتا؟ حلو، دي طريقه. هو بيقول لك انا هبعت بس لو حصل تشينج. فانت الاول كان بيجي لك 0 0 0 0 1 1 1 1، فانت هنا مش بتبعت، هنا مش بتبعت، هنا مش بتبعت، هنا بتقول في تشينج فروم 0 تو 1. ليتس سي التشينج فروم 0 تو 1 هتعمل له انكودنج ان هو 0 كويس، وبعدين 1 1 1 1، وبعدين هنا جالك مثلا 0 0 0 0 تشينج فروم 1 تو 0 هعمل له انكودنج ايه 1 مثلا كويس. بس انت هنا لو جالك بقى 1 1 1 1 وبعديها 1 1 1 1 هتعمل ايه؟ اوكي، يعني انت كده كده هتبعت، بس هتبعت 0 او هتبعت 1 بناء على حصل تشينج او حصل تشينج، صحيح؟ شايفين بقى انتوا كده ولا مش شايفين؟ كده انتوا مش شايفين. انت هتصلحه لنا ولا مش هتصلحه ولا هتقفله؟ يعني هنا مش هيشتغل النور هنا؟ طب بص هقول لك حاجه، معلش خليه زي ما كان، خلاص خليه زي ما كان، انا بستخدم ده كمان. انت هتصلحه ولا هتقفله على طول؟ لا سيبه لغايه ما تكسر. لا خلاص رجعه زي ما كان، انا بشرح على السبوره برضه. بلاش طيب شايف. طب حد عنده اقتراح تاني؟ حد عنده اقتراح تاني؟ ليه؟ ان لو حصل تشينج، لا مفيش مشكله، بس عايز يعني حد يقول لي اقتراح تاني. بس هي الباشمهندس قالت حاجه لطيفه جدا، قالت طيب بص، مش هما الحاجات بتجي لك يا اما 4 زيروز يا اما 4 وانز. احنا في الهافمان كودينج كنا بندور على حاجه اسمها سيمبل، صح؟ كنا بندور على حاجه اسمها سيمبل، صح يا شباب؟ سيمبل دي كانت هي مثلا، سيمبل دي كانت هي اي بي سي دي، صح؟ فانت ممكن هنا السيمبل تبص عليه اصلا ان هو سيكونس اوف 4 زيروز ورا بعض، او سيكونس اوف ايه؟ اوف 4 وانز ورا بعض. فانت ممكن تبص عليه ان هو لو جالك 4 زيروز ابعت 0 ماشي؟ لو جالك 4 وانز ابعت ايه؟ ابعت 1. يبقى انت صحيح ان اللي داخل لك زيروز وانز، بس انت اخدتها وحولتهم لزيروز وانز تانيين، تمام؟ بس بيجوا بشكل less frequent. معايا؟ هتبعت برضه زيروز وانز بس بيجوا بشكل less frequent. وبدل ما تبعت، لو انت هنا كانت بتجي لك نيو بت كل 1 سكند، كده هتبعت 1 بت كل قد ايه يا شباب؟ كل 4 سكند، صح؟ لان انت هتشوف الاربعه دول جم ورا بعض، دول هيجوا لك في 4 سكند، هتبعتهم يا اما 0 يا اما ايه؟ يا اما 1. طيب، طب خلينا نعقدها شويه. لو انا كان عندي الداتا بتاعتي بتجي لي أربعة أصفار، أربعة أصفار أو خمس أصفار كويس، وأربع وحايد أو خمس وحايد ماشي؟ فكده ممكن نعمل إيه؟ ممكن نخلي دي ليتس سي مثلا دي نخليها 0 0 اللي هم الأربع أصفار دول، ودي 0 1 ودي 1 0 ودي 1 1 كويس. فهي الفكره ايه هنا؟ الفكره هنا ان انا عندي بيت ستريم، البيت ستريم ده بعمل له مره ثانيه ريبريزنتيشن بشكل مختلف، بعمل له ريبريزنتيشن بشكل مختلف. طيب
طب لو انا اصلا الارقام دي بقى مختلفه يعني كتيره مش عارفين بالظبط هتيجي يعني هم 3 اصفار ولا 4 اصفار ولا 5 اصفار خلي زي كده زي الفل تمام شكرا جزيلا. انا مش عارف هعمل ايه يا شباب هنا اللي ممكن اعمله ان انا اقول انا عارف ان هم ورا بعض يعني هم مجموعه زيروز وانز دايما ورا بعض تمام فانا همثلها ان انا بالشكل اللي تحت ده يعني انا هنا جالي بصوا ادي صفر 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 8 اصفار كويس فهقول له دلوقتي هعمل سيمبل جديد سيمبل جديد هقول له اسمه 8 اصفار ماشي هعمل سيمبل جديد اسمه 8 اصفار 8 اصفار ورا بعض ده سيمبل وبعدين هعمل سيمبل جديد تاني اسمه ايه 3 وحايد كويس وبعدين هعمل سيمبل جديد تاني اسمه 6 اصفار كويس وبعدين هعمل سيمبل جديد تاني اسمه واحدين تمام كده بعد كده 5 اصفار 4 وحايد 3 اصفار واحدين وهكذا واضح واضح شايف الحته دي يبقى انت هنا انت هنا بدل ما هتبص على البيت ستريم ده وتبعته بيت باي بيت انت بما انك عارف ان في الحاجات بتجيلك ورا بعض فانت هتسميهم هتقول والله دول 5 اصفار 4 اصفار واحدين وهكذا ده هيبقى السيمبل الجديد طب ده ممكن يكون مفيد في ايه اتفضلي ها لا لا في الكيس بتاعتي دي لو جالك 4 اصفار 4 مره اصفار 30 هتقول لهم اسمهم 8 اصفار كويس هو حي حي هنا هيقف عند التشينج هيقول لك انت دلوقتي عندك وحايد ورا بعض كام واحد ورا بعض وكام صفر ورا بعض عددهم 3 4 5 10 15 وهكذا نعم اهو يعني انت دلوقتي لو جالك 8 8 اصفار لما تيجي تعملها ديكودنج ها لا ديكودنج يعني انت انسي هنعملها ريبرزنتيشن ازاي بس انت شفتي 8 اصفار وعايز ترجع للبيت ستريم مره ثانيه هتعملي ايه هتحط 8 اصفار ورا بعض صح يعني ده ريبرزنتيشن اللي موجود هنا ده ريبرزنتيشن للداتا دي صح ولا لا تمام ما قلناش هنعمل بيها ايه لسه خلاص ما قلناش لسه هنعمل بيها ايه بس ده ريبرزنتيشن للداتا دي تمام طب انا بقى اسالكم طب احنا ممكن نكون بنفكر كده ليه يعني ايه مست الـ 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 التمثيل اللي تحت ده عن التمثيل اللي فوق نعم طب نسمع واحد اتفضل بس انت خلي بالك اللي تحت ده ده ما ينفعش يبقى زي ما هو صح لازم برضو اعمل له سم ريبرزنتيشن صح ولا ايه يا عملتش حاجه صح تمام اتفضل باشمهندس قال كلام جميل جدا قال لك 8 دي لو انا عايز امثل 8 دي عباره عن ايه 1 وجنبها 3 اصفار صح دي كده 8 صح شباب يعني واخده 4 بتس ونحط جنبيه كمان صفر مثلا تمام يبقوا كده بقوا 5 بتس الصفر ده اللي هو عشان اقول دول 8 اصفار تمام فكده بقوا 5 بتس صح ال 5 بتس دول اقل من الثمانية بيتس الاصليين صح ولا ايه واضح فانت قصة ان انت وديتها لدومين تاني او ريبريزنتيشن اخر الريبريزنتيشن الاخر ده ممكن ياخد عدد من البيتس اقل عشان يمثل نفس المعلومة اللي فوق تمام طب بس هنا الثمانية ممكن تاخد 4 بيتس طب الثلاثة تاخد كام بيت 2 بيتس صح بس انت عموما لما نيجي نعمل ريبرزنتيشن فيكسد لينث ريبرزنتيشن ما ينفعش الكلام ده صح يا اما هنقول كله 4 بيتس يا اما كله 3 بيتس لو انا كله 3 بيتس يبقى انا اقصى سيكونس اوف زيروز او وانز ورا بعض اعرف اقول ان هم موجودين كام بيت يا شباب
7 بيتس صح؟ 3 بيتس دول يمثلوا لي ارقام من 0 لحد 7 صح؟ او نخليهم من 1 ل 8 يعني نخليهم من 1 ل 8 مثلا لان ما فيش حاجه اسمها 0 0 او 0 1 ما فيش حاجه اسمها كده. فخلينا نقول ال 3 بيتس دول يمثلوا لي ارقام من 1 لكام؟ ل 8. يبقى الماكسيمم سيكونس اوف نمبرز اللي جايين ورا بعض اللي ممكن يجوا لي قد ايه؟ 8 بيتس. طب لو جالي 10 بيتس هعمل فيهم ايه ورا بعض؟ هقسم كويس، هيبقى الثمانية الاولانيين لوحدهم كويس، وبعد كده الايه المجموعه اللي بعديهم لوحدهم صح، بس دول 10. طب ولا مثلهم 5 و5 ممكن مثلهم 5 و5 فهنشوف يعني، قصدي لازم يبقى فيه طريقه نريزولف بيها المشكله دي. بس انتوا اخدتوا بالكم من حته اللي هي ايه، اللي هو انا اخدت الداتا بتاعتي في الاول دي وديتها لدومين تاني، الدومين تاني ده هدفه او وديتها ريبريزنتيشن تاني هدفه ان انا امثل الداتا بعدد اقل من ايه؟ من البيتس. النقله دي يا شباب لوسلس ولا لوسي؟ لوسلس. بس ده ريبريزنتيشن اخر، هدفي ان انا اوديه ريبريزنت اعمل ريبريزنتيشن تاني تمام؟ طيب عايز منكم بقى ايه نفكر بشكل ابعد شويه تمام؟ يعني خلينا نقول الشكل اللي هو 8 8 اصفار 3 وحايد 6 اصفار 1 5 ايه رايكم؟ يعني جيفن الكلام اللي احنا قلناه في اول محاضره ان الجي بيج مبني على الهافمان كودينج والدي سي تي واحنا بنتكلم على حاجه لوسلس، ايه رايكم ازاي نستفيد من التولز دي او واحده منهم كويس في ان احنا نمثل السيمبلز اللي تحت؟ ما هي تحت دي سيمبل صح؟ 8 اصفار ده اسمه سيمبل جديد، ده اسمه سيمبل، ده ليه معنى تمام؟ 3 وحايد ده سيمبل. نعملها ازاي علشان نعرف ان احنا نمثلهم بشكل افيشنت؟ ايه رايكم؟ عايزين نمثلهم في اقل عدد من البيتس. شوف ايه؟ الله ينور عليك. عشان اسال حاجه، قال بص انت قلت لي هنا الداتا بتجي لك 4 اصفار او 4 وحايد صح؟ فانت كده قبل اصلا ما تقول لي هريبريزنت الحاجه ازاي، احنا اخدنا في الهافمان ان مهم جدا اعرف كل سيمبل البروبابيلتي بتاعته قد ايه صح، عشان اعرف ابني هافمان تيبل. اول حاجه اول ما سالتوك يا شباب احنا عايزين اقل عدد من البيتس لوسلس، عايز على طول يجي في دماغكم ايه؟ فيريبل لينث كودينج هافمان. خلاص اول ما نقول كده عايزين نمثل حاجه بشكل افيشنت بعدد اقل من البيتس في دماغنا على طول يجي هافمان تمام، او ان جنرال يعني فيريبل لينث كودينج تكنيكس بس هافمان على راسها يعني. فهو بما ان انا بتكلم على هافمان كودينج يبقى لازم ادور على السيمبلز اللي انا همثلها صح، عشان كده انا من اول المحاضره عمال اقول لكم الثمان اصفار ده سيمبل، الثلاث وحايد ده سيمبل صح، عمالين نقول كده. فيبقى انا هعمل هافمان تيبل اشوف اكتب فيها كده، بصوا سيمبل اسمه 8 اصفار، سيمبل اسمه 3 وحايد، سيمبل اسمه 6 اصفار صح؟ او ممكن اعملها بقى كالاتي، ممكن اعمل اقول صفر صفرين 3 اصفار صح؟ 4 اصفار لحد مثلا يعني 6 اصفار مثلا او 10 اصفار مثلا كويس، وبعدين واحد وحيدين تلات وحايد اربع وحايد لحد 10 وحايد كويس، هقول ان دول السيمبلز بتوعي، دول الايه السيمبلز بتوعي حلو. وبعدين هدرس الفايل بتاعي كويس، انا عندي بيت ستريم عندي فايل، فايل كبير عامل له الاول كان مجموعه صفار ومجموعه وحايد جنب بعض، فهروح اعمل له ايه؟ هروح مع اعمل له سيمبلز بران لينث كودينج اللي احنا عملناه ده اسمه ران لينث كودينج. ران لينث معناها ايه يا شباب؟ معناها بشوف الـ الطول بتاع الران. يعني ايه الران؟ ران معناها سيكونس اوف بيتس زي بعض بس كده، سموها ران لينث كودينج، بشوف الطول بتاع الران بتاعتي قد ايه. يعني انت عندك هنا ران اوف 8 زيروز كويس، يبقى قلت 8 زيروز تمام، ران اوف 3 وحايد يبقى قلت 3 وحايد خلاص. يبقى انا عملت الاول ران لينث كودينج كويس، وبعد ما عملت ران لينث كودينج
حطيتهم كده ورحت دارس البيت ستريم بتاعتي وشفت ده بيتكرر كم مره، ده بيتكرر كم مره، ده بيتكرر كم مره، ده بيتكرر كم مره. حسبت البروبابيليتيز بتاعت كل واحده منهم ورحت عامل الهوفمان تري بتاعتي كويس. جبت السيمبلز وجمعتهم وبعد كده وزعت الاصفار. فده هتلاقي مثلا ممثل في 2 بيتس ده 101 وهكذا ماشي. هتلاقيهم بقى يطلعوا فيريبل لينث صح، هتلاقيهم يطلعوا فيريبل لينث. وبين احنا قايلين الهوفمان هو هيكون احسن طريقه للريبريزنتيشن كده ضمنت ان انا فعلا جبت اقل عدد من الايه من البيتس موجودين عندي. واضح يا شباب؟ لا معلش انا ما قلت عدد البيتس اللي هي اللي في الرن. لا يعني مثلا اللي هو في الاخر يعني لو هما مثلا اكثر من 8 مثلا فانا هقسمهم في الاخر في ماكسيمم كده كده في ماكسيمم في السيمبلز دي في الاخر ليها ماكسيمم. انا بتكلم في حته ان انا مثلا من دول انا هاخد بقى الماكسيمم بروبابيلتي اللي فيهم هي اللي هريبريزنت بيها دايما. يعني ايه الماكسيمم بروبابيلتي؟ يعني مثلا هنا ثلاثة زيرو ضرب بعض حاجة بتظهر صح؟ هتلاقيهم أقصر كود. مش احنا قلنا الكود ده مبيبقاش شكله ثابت؟ لا ده كان ده قبل ما اتكلم على ان احنا ممكن نستخدم الاوبشن بتاع الفاريبل لينث كودينج كويس. باشمهندس لما قال 8 و3 فقلت له احنا استخدمنا فيكسد لينث كودينج يبقى لازم نثبتهم كلهم صح؟ انما احنا هنا هنستخدم فاريبل لينث كودينج اصلا. واضحه؟ لان لو اشتغلت بفيكسد لينث كودينج ما كسبتش كتير. هو المكسب الكبير في الفاريبل لينث كودينج اللي بيدي كودز قصيره للحاجات اللي بتتكرر كتير. واضح يا شباب؟ واضح الحته دي ولا ايه؟ طيب فدي دي فكره فاندمنتال عندنا برضو في الجيبك. يعني ده هنعمله في الجيبك خلاص، دي هنعمله في الجيبك. الكلام ده ممكن يبقى اكستندد مش بس للزيروز والوانز، مش بس للزيروز والوانز، انما لل لو انت عندك ارقام كويس، والارقام دي بيكون عندك السيكونس ده بيكون فيه عاده هو سبارس سيكونس. يعني ايه سبارس سيكونس؟ يعني في زيروز كتير ما بين الارقام دي كويس، وعايز تريبريزنت المجموعه دي، مجموعه الارقام دول. يعني مثلا حاجه زي ايه، انت عندك 0 0 بعديها ماينس 3 بعديها 5 بعديها 1 بعديها 0 بعديها ماينس 2 بعديها 4 اصفار بعديها 2 وبعدين ماينس 4 كويس وهكذا. فاحنا هنا ممكن نمثلها ازاي؟ ده برضه اسمه ران لينث كودينج تمام. يعني الران لينث كودينج بيشتغل على سيكونس اوف زيروز اور وانز او سيكونس سبارس سيكونس مليان زيروز خلاص، او في زيروز كتير. فاحنا هنا عشان اريبريزنت الكلام ده، معنى كلمه اريبريزنت اللي احنا عمالين نتكلم عليها دي ان عايز ان انا امثل دول في سيمبلز. السيمبلز دول بعد كده هدخلهم على هوفمان تيبل ماشي. عايز اطلع السيمبلز دلوقتي، دي مشكلتي، عايز اطلع السيمبلز. فانا هقول ايه، في سيمبل جديد اسمه صفرين وراهم ماينس 3، وسيمبل تاني اسمه صفر ولا صفر زيرو يعني ها ولا صفر ورا 5، وده سيمبل اسمه ولا صفر ورا كام؟ 1، وده صفر ورا ايه؟ ماينس 2، ودول 4 اصفار وراهم ايه؟ 2، وهنا في ولا صفر ورا ايه؟ ماينس 4 وهكذا كويس. فدول السيمبلز الجديده. يبقى هنا كان عندك مجموعه من السيمبلز 8 اصفار 3 وحايد 6 اصفار وهكذا. انما انت هنا لو كان عندك هم ارقام وصفارس، يعني في صفار ما بينهم، يبقى هتقول عدد الاصفار بقى هتقول الايه السيمبل بتاعك. واضح؟ واضح يا شباب؟ كلام واضح ولا ايه؟ واضح. طب واضح؟ واضح. طب ايه اللي مش واضح ولا ايه؟ سؤال، دي هل دي واضحه اللي فوق؟ طيب هل السيكونس ده واضح؟ ده دلوقتي هنا كان ده الانبوت بتاعك، وده بعد الانكودنج كويس. ده انبوت تاني،
دي طريق لو الداتا جايه لك بالشكل ده اصلا مش جايه لك زيروز وونز، جايه لك ارقام انتجرز او ارقام، حتى ارقام انتجرز خلينا ارقام انتجرز يعني في الاخر ليميتد يعني ست، فانت جايه لك ارقام انتجرز ماينس وبوزيتيف نيجاتيف وبوزيتيف وصفار كويس، بس انت عندك الاصفار كتيره في الداتا دي يعني بيجي لك رقم بعد كذا صفر بعد كذا رقم بعد كذا صفر بعد كذا رقم بعد كذا صفر ماشي، فانت عايز تريبريزنت ده بران لينث كودينج. طيب فران لينث كودينج معناها ان انت بتقول والله انا عندي رانز اوف ليتس سي زيروز، هنا في الكيس بتاعتنا دي زيروز وراها رقم حلو، فانت هنا كان عندك هنا ران اوف تو زيروز وراهم ايه ماينس 3 صح، فعملت سيمبل جديد، عملت سيمبل جديد اسمه تو زيروز وراهم ماينس 3 ده سيمبل اهو خلاص، وبعدين عملت سيمبل تاني هل ما بين الماينس 3 والخمسة في اي زيروز، عملت سيمبل تاني اسمه ولا زيرو ووراه كام 5، اكيد عملت سيمبل كمان اسمه ولا زيرو ووراه 1، وبعدين عملت سيمبل كمان اسمه 1 0 وراه كام ماينس 2 خلاص، يبقى زي ما فوق اخدت الانبوت سيكونس بتاعي وعملت له ريبريزنتيشن بسيمبلز، بس السيكونس اللي فوق ده كان زيروز وونز بس، هنا الانبوت بتاعي كان انتجرز في بينهم زيروز كتيره اخدته وعملت له ريبريزنتيشن بايه بسيمبلز، واضحه ولا ايه؟ لا هما الاثنين ران لينث كودينج، بس اللي فوق باينري واللي تحت الانبوت بتاعك باينري واللي تحت الانبوت بتاعك سيمبلز اصلا انتجرز يعني، واضحه؟ واضح يا شباب ولا ايه؟ الكلام ده هنبني عليه، ها؟ هنبني عليه. يعني هو الجي بيج حاولوا ان هم يستخدموا افكار كتيره في الكومبريشن سواء لوسلس او لوسي عشان في الاخر يصغروا الفايل على قد ما يقدر. طيب خلينا نتكلم على حاجه ثانيه. احنا قلنا ان هو لوسي كومبريشن صح؟ لوسي كومبريشن ده يا شباب يبقى انا محتاج في الاخر ان انا اقيس هو اللوسز دي قد ايه؟ صح؟ كبيرة ولا صغيرة ولا ايه بالظبط؟ فاحنا بنعمل ايه؟ في حاجة اسمها بيك سيجنال تو نويز ريشيو، دي دايما في أي حاجة فيها فيديو كواليتي أو ايمج كواليتي هتلاقيهم دايما يتكلموا على البي اس ان ار. البي اس ان ار دي معناها ايه يا شباب؟ ده الديفينيشن بتاعها 10 لوج 10 بيك سيجنال، يعني ايه بيك سيجنال؟ هو أنت السيجنال بتاعتك في الايمج ايه هي؟ ما هي السيجنال في الايمج بتاعتك؟ يعني ايه السيجنال ايه هي؟ الايه؟ الفاليو بتاعت البكسل صح؟ الانتنسيتي فاليو بتاعت البكسل. انت اعلى قيمه عندك في الانتنسيتي فاليو بتاعت البكسل بتاعتك كام؟ 255 لو انت بريبريزنتنج في 8 بت صح؟ في بقى اذر ريبريزنتيشن ممكن يبقوا 16 بت، ممكن يبقوا مثلا يبقوا فلوت، يبقوا حاجات زي كده كويس؟ فانت في الاخر بتقول هنا الماكسيمم بتاعك ايه؟ كويس؟ على ده كده البيك سيجنال، عشان كده اسمها بيك سيجنال تو نويز ريشيو. النويز هتبقى ايه هي؟ النويز هنعرفها ان هي المين سكوير ايرور كويس. طيب كلمه مين سكوير ايرور معناها ان في ايرور صح؟ الايرور بقى هيكون ما بين مين ومين؟ ها ما بين مين ومين يا شباب؟ لو انا عايز احسب ايرور هنا وانا بعمل لوسي كومبريشن تفتكروا الايرور موجود فين؟ الكود؟ لا مش الكود، ايه الاساسيه؟ انهي داتا؟ الداتا دي اسمها ايه؟ احنا بنكود ايه؟ احنا هنا بنعمل كومبريشن ليه؟ الصوره صح؟ من الصوره صح؟ انا داخل لي صوره، الصوره دي مجموعه من البيكسلز صح؟ هي دي السيجنال بتاعتي تمام؟ مجموعه من البيكسلز داخل لي صوره ورده، صوره واحد بيلعب كوره، صوره اي حاجه تمام؟ عادتها على الانكودر بقت صغيره حجمها صغير بتخزنها في حجم صغير كويس، بعدها على الديكودر رجعت لي صوره مره ثانيه، بقى عندي صوره في الاول وصوره ثانيه بعد الانكودنج والديكودنج، الاثنين دول عايز احسب بينهم الايرور كويس، فاعمل ايه؟ هطرح الصوره دي ناقص الصوره دي كويس كده عشان اجيب الايرور كويس، في بيكسلز هيكون فيها الايرور كبير، في بيكسلز هيكون فيهم الايرور صغير، والبيكسلز عموما الايرور ده هيكون بوزيتيف ونيجاتيف، ممكن تكون البيكسل الاصليه كانت 200 البيكسل بعد الانكودنج والديكودنج تبقى 180
او العكس، البكسل الاصليه كانت 20 البكسل بعد الانكودنج والديكودنج تبقى 30 مثلا. فالايرور ده هيكون بوزيتيف ونيجاتيف، بس في الاخر اسمه ايرور صح. فاحنا هنعمله سكويرنج بس لان انا مهتم هم بعاد عن بعض قد ايه بس كده. فرحت جايب الصوره الاصليه، ودي الصوره بعد الانكودنج والديكودنج، طرحتهم من بعض كويس كده. عملت لهم بعد كده ايه يا شباب؟ ابسولوت سكوير تمام. فبقى كل بيكسل منهم بقى فيه ايرور مختلف عن التاني صح. احنا عايزين ايه يا شباب في الاخر؟ الافريج المين بتاع السكوير ايرور ده. فعملت ايه؟ جمعت على كل الروز وكل الكولومز، جمعت الايرورز دي كلها صح على الويدث بتاع الايمج كله والهايت بتاع الايمج كله، جمعت كل البيكسلز، جمعت الايرور في كل البيكسلز، ورحت قسمت على ايه يا شباب؟ قسمت على عددهم تمام. يبقى احنا كده جبنا المين سكوير ايرور. يبقى ازاي اجيب المين سكوير ايرور؟ جبت الصوره الاصليه، الصوره بعد الانكودنج والديكودنج، طرحتهم من بعض، عملت سكوير، جمعت كل الايرورز دول وقسمت على عدد البيكسلز التوتال ماشي. ده كده بقى المتوسط بتاع الايرور. البيك سيجنال تو نويز ريشيو بقى هي ايه؟ هي ال 10 لوج 10 الماكسيمم سكوير اللي كان بي ريبريزنتد ان ذا ايمج اللي هو مثلا 255 انا بتكلم على 8 بتس على المين سكوير ايرور ده ماشي. ده البيك سيجنال تو نويز ريشيو. ده احنا عايزين ده بقى يبقى كبير ولا صغير؟ ايه رايكم؟ عايزين يبقى كام؟ نفسي يبقى كبير جدا. كل ما يكبر البيك سيجنال تو نويز ريشيو كل ما يبقى حاجه احسن صح. معنى ان ده كبير معنى كده المقام صغير اللي هو المين سكوير ايرور صح. انا كده لو انا عايز فعلا ايرور يكون قليل تمام. ده يا شباب حسبه بالارقام، دي كده حسبه بالارقام. يعني هنا حسبت الايرور بالارقام. في طريقه اخرى بالبرسبشن. يعني ايه بالبرسبشن؟ انا اخدت الصوره عديتها على الانكودر والديكودر ورحت قلت لكم، جبت ناس وقلت لهم يا شباب رايكم ايه في الصوره الاوتبوت كويس. في ممكن ناس مبسوطه وناس متضايقه، فدي اللي بنعمل لها مش عارف سمعتوا عنها ولا لا، حاجه اسمها سمعتوا عن الكلمه دي ولا لا؟ مين اسمه موست تيست، مين اوبينيون سكور. دي في مهمه جدا اي حاجه فيها كومبريشن بنعمل حاجتين، نشتغل نجيب المين سكوير ايرور والبيك سيجنال تو نويز ريشيو علشان نحسبها بالارقام. احنا مش هنقعد نجيب الناس كل شويه تمام. وبعدين سواء بقى الكلام ده فاليد في السبيتش، في السبيتش كومبريشن، في الايمج كومبريشن، في الفيديو كومبريشن، نحسب الموس موس تيست. نجيب نروح جايبين بقى مثلا ايه 100 واحد، ال 100 واحد دول نعرض لهم صوره وصوره ثانيه كويس، نقول لهم ايه رايكم تمام. ويدوا رقم من 1 لـ5، 5 دي اعلى حاجه، 1 اوحش حاجه تمام. ونشوف في الاخر هو الموس بكام تمام. بناء عليها هنقرر هو الالجوريزم ده كويس ولا وحش. يبقى ده بناء على راي الناس تمام. وخلي بالكم الموضوع ده مهم قوي، لان فعلا راي الناس بيختلف جدا في موضوع الكواليتي بتاعت الصور والاوديو ده. انا الماجستير بتاعي كان في السبيتش كومبريشن كويس. فكنت في المعمل بتاع الكمبيوتر تحت ده كنت بعمل موستس وبجيب الناس بتسمع الصوت بعد الكومبريشن والدي كومبريشن ويسمعوا الصوت الاصلي ويقولوا الصوت التاني اللي بعد الكومبريشن والدي كومبريشن احلى من الصوت الاصلي. طبعا انا مستغرب جدا، بس هو الواحد يعني بيقول سبحان الله فعلا الناس بتشوف غير بعض وبتسمع غير بعض. يعني هو نفس الحاجه نفس الصوت هو طالع، بس الناس بتشوفه وبتسمعه غير بعض. يعني انا متاكد اللي انتوا شايفينه ده الناس يعني انتوا شايفين الوان مختلفه عن بعض، يعني كل واحد فينا شايف، واكيد الولاد شايفين الوان غير البنات خالص يعني. فالناس مختلفين، فعشان كده الناس بتتكلم على مين اوبينيون سكور يعني تمام. طب لو احنا عندي الكلام ده كده بتكلم على جراي سكيل ايمج صح، لان بطرح حاجه واحده وفي الاخر قلت دي ماتريكس ودي ماتريكس، يبقى ده جراي سكيل ايمج. انما لو هي ار جي بي يبقى هنعمل ايه يا شباب؟ يبقى انا كده الايمج بتاعتي ثلاثه ماتريسيز تمام. الثلاثه ماتريسيز دول كل واحده فيها ايرور صح. فانا عشان احسب المين سكوير ايرور هعمل ايه؟ هطرح الريد من هنا من الريد من هنا، والجرين من هنا من الجرين من هنا، والبلو من هنا من البلو من هنا، وهعمل سكويرنج لكل الطرح ده واجمع كلهم واقسم بدل على واحد على ام ان هقسم على ايه؟ واحد على 3 ام ان ماشي. يبقى بجيب الافريج على كل اللايرز
خلاص على كل اللايرز او الكومبوننتس، سميها لايرز او كومبوننتس. الماكسيمم اي ده احنا كنا اتكلمنا عليه صح. مين الماكسيمم اي عباره عن ايه يا شباب؟ اللي هو فوق ده الماكسيمم فاليو بتاعت اي بيكسل. يعني انت لو الماكسيمم فاليو اللي موجود عندك اللي كان بي ريبريزنتد ان ذا ايمج قيمتها 255 يبقى حطها 255 ماشي. يعني بص يا شباب، ممكن يكون عندك دارك ايمج ما فيهاش اي بيكسل بيضاء صح. ممكن يكون عندك اصلا دارك ايمج ما فيهاش اي بيكسل بيضاء، ستيل بنحط هنا 255 ماشي. هو المتر كده تمام. ده البلوك دايجرام بتاع الانكودر والبلوك دايجرام بتاع الديكودر بتاعنا بتاع الجي بيج يا شباب. طيب هو بيعمل ايه؟ الانكودر بياخد ايمج باي سايز بقى كويس. ما في الاخر احنا بنعمل عايزين نعمل جي بيج، مش لازم اقول للناس لازم تدخل لي ايمج بسايز معين صح. فالايمج بتاعتي باي سايز، اول حاجه بقسمها لبلوكس كويس علشان اشتغل على كل بلوك من البلوكس دول لوحده خلاص. هعمل ايه؟ هاخد البلوك الاولاني، يعني هقسم الايمج بتاعتي، انا عندي ايمج هاخد اول 8 في 8 بيكسلز وده يبقى بلوك. ال 8 في 8 بيكسلز اللي بعديهم ده يبقى بلوك، 8 في 8 بيكسلز اللي بعديهم ده يبقى بلوك. يعني انا بتعامل مع الايمج بتاعتي ان 64 اكنهم a lot of 64 sub images، يعني a lot of 64 بيكسل sub images كويس. 8 في 8 يعني انت ده دي صوره ال دي صوره دي الصوره اللي موجوده عندك، دي مش عارف دي ايه بصراحه يعني كويس. فاخدت دول عددهم دول 800 في 800 كويس، 800 بيكسل في 800 بيكسل. هعمل ايه؟ اول حاجه هعملها انا هاخد ده، هاخد 8 في 8 بيكسلز كده وافصلهم كويس، بعدين 8 في 8 بيكسلز ثانيين وافصلهم وهكذا خلاص. نعم الايه؟ ليه اخترنا رقم 8؟ ليه اخترنا رقم 8؟ كان ممكن نختار ارقام ثانيه. يعني بصوا يا شباب، زمان زمان هم زي ما قلنا من 30 سنه الناس شغاله فيه، ثبتوا رقم 8 علشان في الاخر الناس بتعمل ديكودر يشتغلوا كلهم بنفس البارامترز كويس. الريسنت فيديو كومبريشن تكنيكس كلها فيها اصلا ايمج كومبريشن بارت، ما هو الفيديو عباره عن سيكونس اوف ايمج كويس. الريسنت فيديو كومبريشن تكنيكس كلها بتخليك البلوك سايز ده فيريبل، ممكن تختار والله 8 في 8 16 في 16 32 في 32 اب تو 64 في 64، ممكن تخليها اسيمتريك يعني 8 في 16 16 في 8 فغيروا فيها كويس. انما ده في الجي بيج من زمان وهم ثابتين 8 في 8 كويس. ليه؟ علشان ما يعقدوش الدنيا في الديكودر ماشي شباب. طيب فدي 8 في 8 هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه الاساسيه اللي احنا قلنا عليها، اللي قلنا هي دي الاساس في الايمج كومبريشن. هنعمل دي سي تي، ده البلوك الاساسي موجود عندي. هسالكم سؤال لو اخذت ماتريكس 8 في 8 وعملت لها دي سي تي وعملت لها اي دي سي تي كويس، بقى رجعت كان عندك ماتريكس اصليه اسمها اي وبقى هنا عندك اسمها اي داش، ايه علاقه اي داش بالاي؟ هي بالظبط صح. لو اخدت سيجنال وعديت على ترانسفورم وبعد كده عملت الانفرس ترانسفورم، ايه اللي هيحصل؟ ترجع لك سيجنال هي صح. يبقى الدي سي تي في حد ذاته لوحده مش بيعمل كومبريشن، الدي سي تي ترانسفورميشن ما عمليش كومبريشن خلاص. امال الكومبريشن هيجي لي منين؟ الكومبريشن هيجي لي ان انا مش هاخد كل الكوفيشنتس بتاع الدي سي تي. يعني لو اخدت ماتريكس هتلاقي دي سي تي ورحت مطنش شويه كوفيشنتس ورحت عملت اي دي سي تي، وقتها ايه اللي هيحصل؟ وقتها كده اي داش هتكون مختلفه عن اي. يبقى اللوسز هو اسمه لوسي كومبريشن، بس اللوسز مش بتحصل في دي سي تي، اللوسز بتحصل في المرحله اللي بعد دي سي تي اللي بطنش فيها كوفيشنتس خلاص كده؟ طيب المرحله دي اسمها كوانتايزيشن. انتوا اخدتوا كوانتايزيشن في سنه ثانيه او ثالثه صح؟ خدتوا كوانتايزيشن صح؟ مع دكتوره منى؟ تمام. فاحنا هنعمل كوانتايزيشن، والكوانتايزيشن ده لو انتوا فاكرين كان بيبقى معاها كوانتايزيشن نويز صح؟ هنعمل كوانتايزيشن.
الكوانتايزيشن معاها كوانتايزيشن ايه؟ نويز صح؟ يبقى في هنا هيبقى فيه لوسز لان الكوانتايزيشن الحاجه اللي داخله له مختلف عن الحاجه الايه اللي خارجه منه. لو انت عندك الكوانتايزيشن بستيب 1 وانت داخل لك 1.1 الكوانتايزر بعد تعمل كوانتايزيشن وتبص على الفاليو هتبقى كام يا شباب؟ ال 1.1 دي هتبقى 1. يبقى في عندك هنا ايرور بيساوي 0.1 صح؟ يبقى في هنا لوسز حصلت. عمر ما ال 0.1 ده هتعرف تريكفر. واضحه؟ ال 0.1 اللي انت عملته نتيجه الكوانتايزيشن خلاص انتهى راح. ماشي مش عارف تجيبه ده نويز عشان كده بقى اسمه نويز. ماشي؟ انا مش عارف. فين؟ هوبفلي يسمع الكلام بقى. ماشي؟ وبعدين بقى ايه عملوا حاجه لطيفه جدا. احنا قلنا بعد الدي سي تي في كوانتايزيشن، طبعا كل بلوك من دول هنشرحه لسه، يعني احنا بنتكلم على البيج بيكتشر وكده هنشرحه خلاص، فهتفهموا كل حاجه من الحاجات دي. ركزوا يا شباب ركزوا والله. الكلام ده عارفين اكننا بنطبق حاجات بقى مع بعض اخدناها كل حاجه لوحدها في سيستم كامل، بنبص على السيستم كله بقى انتو اند بتعمل ازاي. ف هتاخد حاجه اسمها الاي سي كومبوننتس والدي سي كومبوننت. ايه هو الدي سي كومبوننت يا شباب دايما عندي في اي ترانسفورم؟ اول كوفيشنت اللي هو زيرو كوفيشنت صح؟ زيرو زيرو لو انا عندي 2 دي ترانسفورم هتعامل معاه بشكل والاي سي هتعامل معاه بشكل تاني. خلاص؟ طيب. انت لو انت عندك سيجنال لو عندك سيجنال اكس اوف ان وعملت لها اكس اوف كي وعملت لها اف اف تي كويس؟ اكس اوف كي دي عباره عن اكس اوف 0 اكس اوف 1 صح؟ لحد اكس اوف ان ماينس 1 صح؟ ايه هو الدي سي كومبوننت هنا؟ مين؟ اول المنت ده صح؟ ماشي؟ فهناك انا عندي 2 دي ترانسفورم 8 في 8 لما بعمله دي سي تي بيطلع لي بره 8 في 8 ماشي؟ الاليمنت ده اللي هو رقم 0 0 ده اسمه الدي سي. واضحه يا شباب؟ يعني ده بيشيل الافريج فاليو اللي موجوده هنا. لو دي كانت بلوك غامق غامق هتلاقوا القيمه هنا صغيره. لو عموما ده كان فاتح هتلاقوا القيمه دي ايه؟ كبير. ماشي؟ فهتعمل لوحده، ليه هتعمل معاه لوحده؟ لان هو مهم. يعني انت لو انت عندك بلوك غامق ولا فاتح التفصيله دي في حد ذاتها مهمه جدا صح؟ مهمه جدا. النقطه الثانيه حاجه ثانيه لطيفه جدا، يعني زي ما تفتكر يا شباب لو انت عندك صوره الصوره العظيمه اللي انا راسمها دي كويس؟ تعالى تخيل دي صوره سما ودي سحابه حلو؟ فده دي السما، السما زرقاء صح؟ هنا في دي سي بتعبر عن الافريج انتنسيتي ليفل هنا او الافريج كولر هنا لو احنا بنتكلم على كولر دامج. ايه علاقه ده بده؟ ها؟ قريبه جدا من بعض، مش عايزين نقولها هي بس قريبين جدا من بعض صح؟ فالدي سي كومبوننتس للادجيسنت بلوكس قريبين من بعض. احنا عايزين كل معلومه نعرف نطلع منها مور كومبريشن نطلع مور كومبريشن كويس؟ هنا بيقول لك دول قريبين من بعض، طب ما نفكر في طريقه ان احنا نستغل القرب ده. معايا؟ طيب يعني بصوا خلي بالكم هي دي الفكره الاساسيه في موضوع الانفورميشن ثيوري. انتوا متوقعين حاجه صح؟ في توقع ان البلوك ده والبلوك ده هما الاثنين مالهم؟ الوانهم او الانتنس ليفلز قريبه من بعض صح؟ معايا يا شباب؟ يبقى هنا مفيش معلومه كبيره قوي. ما انا مفيش معلومه كبيره قوي يبقى ممكن تمثلها بعدد بيتس اقل. معايا؟ واضحه يا شباب؟ طيب
وبعدين بقى هتعمل ايه؟ هتعمل حركه لطيفه قوي اسمها زجزاج سكان، تمام؟ وبعدين نعمل انتروبي كودينج. انتروبي كودينج ده اللي هو معناه ايه؟ كلمه انتروبي اللي اخترعها الدكتور نافع وانتروبي كودينج وكده معناه ايه؟ ده اقل عدد من البيتس اللي هو مثلا هستخدم هوفمان مثلا، كويس كده؟ تمام. اللي طلع لي هنا كومبريس بيت ستريم، ده كده كومبريس بيت ستريم، ده البيت ستريم اللي هحطه بقى على الكمبيوتر ولا الموبايل ولا مش عارف ايه اللي ملوش معنى، ده شويه دي سي تي كوفيشنز عامل لهم كوانتايزيشن، خلاص؟ عايز اعرض الصوره مره ثانيه، هاخد الكومبريس بيت ستريم ده اعديه على الديكودر اللي هو اللي هناك من هناك كده. انا هنا كنت عامل انتروبي انكودنج، فانا عايز اعكس الكلام ده كويس علشان ارجع البيت ستريم اللي ينفع يتعمل بزجزاج سكاننج، واروح حاطط الدي سي كوفيشنز في اماكنها والاي سي كوفيشنز في اماكنها في ال 8 في 8 بلوك، واروح عامل بقى انفرس كوانتايزيشن واي دي سي تي عشان تطلع لي الصوره مره ثانيه، كويس؟ لازم اعدي على البايب لاين ده عشان تطلع لي الصوره مره ثانيه، كويس؟ واضح يا شباب؟ فاللي هنا ده ملوش اي ايه، ملوش اي شكل ولا اي معنى ولا اي حاجه خالص، تمام؟ لازم الكلام ده ناخده ونايه ونعديه على الديكودر، واضح؟ حلو الكلام؟ طيب تعالوا بقى نمسك الحاجات اللطيفه دي كلها. اول حاجه احنا قلنا عايزين نستغل حاجتين، نستغل قدرات عينين عامله ازاي، احنا بنشوف ايه ومش بنشوف ايه، دي اول حاجه. وعايزين نستغل لو في معلومه جارانتيد في الايمج، زي ان البلوكس اللي جنب بعض الانتنسيتي ليفل بتاعهم قريب من بعض، تمام؟ فهنا في معلومه لطيفه جدا. احنا دلوقتي يا شباب لو انت عندك صوره، الصوره دي مش الوان خالص، مش الوان خالص، هتعرف تايدنتيفاي الاوبجكتس فيها وتشوف التفاصيل فيها ولا لا؟ هنعرف ولا مش هنعرف؟ هي يعني تخيلوا ان انا صورت صوره ووريتها لكم جراي سكيل، هتفهموها ولا مش هتفهموها؟ هتفهموها صح، هتفهموها. يبقى خليني اقول ان احنا البني ادمين مهتمين اكتر بالانتنسيتي ليفل، كويس؟ عينينا بتحس بشكل اكبر بالانتنسيتي ليفل، وبتحس بشكل اقل بالكلر انفورميشن. خليني اقول الكلر انفورميشن اكنها ايه؟ اكنها يعني حاجه تحسينيه عن الانتنسيتي ليفل، صح؟ ان هي ممكن طبعا بتشيل معلومات كمان، بس الاكثر اللي بيشيل معلومات ويفرق الاوبجكتس عن بعض وكده اللي ما اعرفش اعيش من غيره هو الانتنسيتي ليفل، تمام؟ فان جنرال العين بتهتم بالانتنسيتي ليفل اكثر ما بتهتم بايه؟ بالكلر، خلاص؟ وبالتالي فلو انت عندك ار جي بي، كويس؟ ار جي بي دول ثلاثه كلر كومبوننتس، لو انت هتعامل معاهم كل كومبوننت لوحده يبقى انت معرفتش تفصل الحاجه اللي العين مهتمه بيها عن الحاجات اللي العين اللي مش مهتمه بيها، خلاص؟ فهيعملوا ايه الناس بتوع الجي بيك؟ قال لك ايه؟ طب ما تخلينا نعمل الاتي، خلينا ناخد الصوره دي اللي هي الار جي بي ونحولها لدومين كلر دومين تاني، كلر دومين تاني يتفصل فيه الانتنسيتي لوحده. على فكره مثلا في المات لاب ولا الاوبن سي في ولا كده تعرف تاخد كلرد ايمج وتحولها لجراي سكيل ايمج، كويس؟ يبقى انت تعرف انك تاخد الار جي بي كومبوننتس دول تضربهم في الخلاط ويطلع لك انتنسيتي، صح؟ بس بعد ما طلعت الانتنسيتي الكلر انفورميشن راحت فين؟ راحت خالص، ما عرفناش نجيبها. فاحنا لا، احنا مش عايزين كده. انا في الايمج كومبريشن انا عايز الايمج تدخل لي كلرد، تطلع لي الناحيه الثانيه ايه؟ كلرد، صح؟ فاحنا هنحولها من دومين اسمه ار جي بي لدومين تاني اسمه واي سي بي سي ار. واي سي بي سي ار، الواي اللي فوق دي هي الانتنسيتي، الانتنسيتي فاليوز، كويس؟ الانتنسيتي فاليوز، يعني هنا دي الواي دي هي الانتنسيتي فاليوز اللي بنجيبها من الار جي بي. هم عملوا بقى تجارب كتيرة قوي وشافوا هي العين سنسيتيف لانهي كومبوننتس اكتر علشان تطلع بالايه يا شباب؟ عشان تطلع بالانتنسيتي اللي بتشوفها، كويس؟ فلقوا ان في، هي العين بتشوف الجرين بشكل كبير قوي عشان تشكل الانتنسيتي كومبوننت، يليها بتشوف الريد بشكل جامد،
واقل كومبوننت بيتشاف هو مين؟ هو البلو. ده دول الحاجات اللي بتكونتريبيوت للانتنسيتي بتاعتي. العين لما بتكون دول الثلاثه كومبوننتس كلر كومبوننتس دول موجودين عشان اقول في الاخر الانتنسيتي دي كبيره ولا صغيره بالبرسبشن بتاعي. في الاخر لقينا ان الويتس دي هي الويتس المناسبه اللي بضرب فيهم الثلاثه كومبوننتس دول في الخلاط عشان في الاخر اقول ده انتنسيتي عالي ولا انتنسيتي قليل. ماشي؟ فقالوا خلاص ده كده الواي. قالوا هنطلع اتنين كومبوننتس تانيين. يعني هنا الواي دي مركزه على مين يا شباب؟ على الجرين. هنطلع اتنين كلر كومبوننتس تانيين مركزين واحده على البلو وواحده على مين؟ على الريد. ماشي؟ طلعنا حاجه اسمها سي بي. السي بي دي بتدي ويت اعلى لمين؟ للبلو، وبتدي ويت اقل للتانيين. وعملنا حاجه اسمها سي ار بتدي ويت اعلى للرد وبتدي ويت اقل لمين؟ للتانيين. كويس كده؟ طيب القصه بس المهمه في الترانسفورميشن ده، القصه المهمه في الترانسفورميشن ده ان ده ترانسفورميشن اعرف ليه الانفرس بتاعه. كويس؟ يعني لو انا عندي الار جي بي اعرف اجيب منه انتنسيتي كومبوننت وكلر كومبوننتس على جنب اللي هم السي بي والسي ار. حبيت ترجع تاني للار جي بي هتاخد الواي والسي بي والسي ار تعملهم في الانفرس ماتريكس اللي هي دي. كويس؟ وترجعهم هيطلع لك مين؟ الار جي بي. رجعت لك تاني الار جي بي ايمج بتاعتك. واضحه دي يا شباب؟ واضح كده؟ جراي سكيل وانتنسيتي هما نفس الحاجه. دول كلمتين ليهم نفس المعنى. ار جي بي معناها ايمج كولورد، صح؟ صح كده؟ الايمج الكولورد دي مكونه من ثلاثه كومبوننتس ار وجي وبي. حلو؟ لو انت عايز تبص على جراي سكيل ايمج، جراي سكيل ايمج دي كولورد؟ مش كولر، صح؟ يبقى بتمثلها بكومبوننت واحد. طب ازاي تحول من ثلاثه كومبوننتس دول للكومبوننت الواحد ده؟ عن طريق اول رو في الماتريكس دي. تضرب الار كومبوننت في الرقم ده والجي كومبوننت في الرقم ده والبي كومبوننت في الرقم ده. حلو؟ بس لو انت عملت الترانسفورميشن ده بس بقى عندك ماتريكس، حبيت بعد شويه بروسيسنج ترجع تاني للكولر دي ايمج، مش هتعرف. خلاص؟ لان خلاص راحت المعلومات. فاحنا بنعمل ايه؟ بنطلع جراي سكيل ايمج اللي هي الواي. كويس؟ وبعدين عندي سي بي والسي ار، دول تو اذر ايمجز بيعبروا عن البلو كومبوننت والريد كومبوننت سام هاو، يعني مش بالظبط، يعني الكلام مش دقيق قوي، بس بيدوا ويت اعلى للبلو والريد كومبوننتس، بس بيشيلوا كلر انفورميشن، بس شايلين لي كلر انفورميشن. ماشي؟ عايز ارجع تاني مره تانيه للصوره بتاعتي، بعمل ايه؟ بروح واخد دول واروح اعمل انفرس بتاعه. يبقى انا عملت طلعت الواي لوحده والكلر كومبوننتس لوحده. طب عملت كده ليه؟ انا اول كلمه قلتها يا شباب هي العين سنسيتيف اكتر لايه؟ للانتنسيتي، صح؟ مهتمه بالانتنسيتي. يبقى لو انت عايز تكمبرس جامد، تكمبرس في الحاجات اللي العين مهتمه بيها ولا العين مش مهتمه بيها؟ حاجات العين مش مهتمه بيها. كويس؟ عشان كده احنا هنبص على الجي بيج هنلاقي ان احنا بنكمبرس الكالر كومبوننتس اللي هم السي بي والسي ار. انا فصلتهم واي وسي بي وسي ار، دي هعملها باسلوب بحيث ان انا احافظ عليها على قد ما اقدر، والسي بي والسي ار هعملهم باسلوب تاني عشان ممكن اكمبرس فيهم زياده. واضحه الحته دي؟ واضح يا شباب؟ فده برضو اهميه الفصل، ان انا فصلت الحاجات عن بعض، فصلت الحاجه المهمه بالنسبه للبرسبشن عن الحاجات الاقل اهميه. الحاجه المهمه هكون حريص فيها شويه، الحاجات الاقل اهميه لا هضغط فيها. كويس؟ لان في الاخر لو حصل شويه لوس فيها كده كده العين مش هتحس بيها جامد. واضحه؟ واضح يا جماعه؟ طيب فدي اول خطوه. في ال عشان عينها بتحس بيه كده. طب هو كده مش جريس كده، هو كده يعني من جريس كده. لا
امال طب الجراي سكيل لو انت عندك ار جي بي ايمج وعايز تحوليها لجراي سكيل اقترحي حاجه تعمليها. الايه؟ بقى انهي ويتس؟ مش لازم يبقى في ويت صح؟ يعني انت عندك ثلاث ارقام، عندك مثلا البيكسلز بتوعك قيمتهم في الريد 180 ده الريد، والجرين 15 والبلو 200. انت عايزه واي كومبوننت واحده، يبقى لازم تضربيها في رقم ودي في رقم ودي في رقم صح؟ وتجمعيهم على بعض عشان يطلع لك في الاخر رقم واحد صح ولا ايه؟ هي دي الويتس اللي بقى بنتكلم عليها دي. دي ماشي واضحه؟ طيب هو في سلايد هنا مش عارف يا راحت، بس كويس في سلايد راحت هبعتها لكم مع السلايد اللي انا ببعتها لكم. احنا حولنا الواي وسي بي وسي ار صح؟ اشوف بس اذا كانت موجوده ولا مش موجوده. لا راحت ال 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 التايتل هنا اسمه كروما سب سامبلينج، ده التايتل بتاع السلايد عشان كده كان في سلايد ثانيه مش موجوده. يعني ايه كروما سب سامبلينج؟ يعني ايه كلمه سب سامبلينج يا شباب؟ يعني ايه كلمه سب سامبلينج؟ سامبلينج يعني عموما معناها ايه؟ سامبلينج يعني بتاخد سامبل كل مثلا تايم معين صح؟ احنا اصلا عندنا الايمج دي اصلا سامبل، دي ديسكريت سيجنال صح؟ مش السيجنال مش الايمج دي يا شباب ديسكريت سيجنال، لان هو بيكسلز صح منفصلين عن بعض. فالكروما سب سامبلنج دي معناها ايه؟ انت كان عندك ايمج 3 كومبوننتس ار وجي وبي كويس؟ خلينا نقول دي 800 في 800 800 في 800 ودول زيهم ودول زيهم صح؟ حولناها لواي سي بي سي ار. خلوا بالكم يا شباب الكالر ترانسفورميشن ده توبيك مهم جدا، يعني قصدي في كذا كالر ترانسفورميشن ممكن نشتغل عليهم. بتوع الجي بيج اختاروا ده خلاص. ف واي سي بي سي ار بقى عندي الواي 800 في 800 صح؟ ما انا اخدت كل بيكسل ضربتها في الويتس اللي هناك دي صح؟ كل بيكسل من دول فيها ثلاثة كومبوننتس ضربتهم في الويت وطلعت الواي، بعد كده طلعت دي الواي ودي السي بي ودي السي ار صح كده؟ تمام؟ احنا قلنا العين سنسيف ليه؟ لمين؟ لدي. هو قال لك طيب احنا هنعمل حركة ظريفة جدا من الأول خالص كده قبل ما نبدأ بما ان العين سنسيتيف للواي، طب ما تيجي نداون سامبل السي بي والسي ار كومبوننت، نداون سامبل يعني نصغر حجمهم اصلا من الاول، يعني الحاجه اللي داخله اصلا تصغر كويس. يعني بدل ما دي هتبقى 800 في 800 لا انا هصغر حجمها هخليها 400 في 400 اساسا كويس كده. هاخد كل 4 بيكسلز هنا مثلا واخد الافرج بتاعهم واطلع بيهم بيكسل واحده هنا كويس، او هعمل سب سامبلنج يعني هاخد بيكسل واطنش دي ساكنه، ممكن تاخد البيكسل دي وتطنش دول كويس كده. يبقى انت من الاول خالص صغرت حجم الانبوت كويس، صغرت حجم الانبوت. يعني انت متخيل لو انت كان عندك لو انتوا عندكم يا شباب مثلا فيكتور 16 اليمنت كويس وعملت له اف اف تي، الناحيه الثانيه هيطلع لك قد ايه؟ 16 اليمنت اف اف تي صح؟ هتبدا بقى من 16 دول تبدا تشيل منهم كوفيشن صح؟ فهو قال لك من الاول بص انا مش هبعت لك 16 اليمنت اساسا كويس، انا هبعت لك 8 اليمنتس، هاخد اليمنت واطنش الثاني في التايم دومين كويس. فانت لما تيجي تعمل اف اف تي اصلا هيطلع لك اصلا 8 اليمنتس، تبدا بقى تشتغل على ال 8 اليمنتس اللي خارجين اساسا كويس. طب ليه احنا عملنا كده؟ مره ثانيه علشان العين مش مهتمه قوي بالايه؟ بالسي بي والسي ار معايا؟ هي مش مهتمه قوي بالسي بي والسي ار، او اهتمامها اقل من اهتمامها بالكلر بالانتنسيتي كويس. فانا هعمل الحركه اللي احنا عملناها دي اسمها سب سامبلينج.
بقى عندي ماتريكس يا شباب اسمها واي حجمها الويدث في الهايت والسي بي ويدث على 2 في هايت على 2 والسي ار ويدث على 2 في هايت على 2 كويس. دول كل واحده منهم هتتعامل بشكل منفصل تماما كويس. هنعمل فيها كل الاوبريشنز اللي احنا هنتكلم عليهم دول خلاص. وهنيجي في الاخر بعد ما اعمل بقى الانكودر والديكودر وكل حاجه هيطلع لي برضو 3 ماتريسيز صح. واي مش شبه الواي الاصليه تبقى واي هات بقى وسي بي هات وسي ار هات صح. عايزين بقى نجمعهم تاني عشان نطلع الار جي بي ايمج. هنعمل ايه؟ ايه اول حاجه هنعملها بالظبط كده؟ دي لازم ترجع مقاسها الاصلي. دي ما كانتش 400 في 400 دي كانت كام؟ 800 في 800. فهعمل اب سامبلنج صح. هعمل اب سامبلنج هنا تبقى دي 800 في 800 واضح. طب هعملها ازاي؟ هتبقى دي بيكسل واحده هكررها هنا 4 مرات مثلا. دي طريقه. دي طريقه. في طريقه ثانيه بيسموها دي بيسموها دي نيرست نيبل. نيرست نيبل كويس. خدتها وكررت البتاع وخلاص تمام. الحل الثاني هو ان انت تقول والله دي بيكسل 1 دي بيكسل 2 كويس. هحط دي بيكسل 1 قيمتها هحطها هنا وبيكسل 2 هحطها هنا والنقطه دي هعمل انتربوليشن ما بين دي ودي مثلا كويس. دي تشتغل ودي تشتغل ماشي. تفتكروا مين هيكون احسن؟ انتربوليشن هيكون احسن صح. طب مين الكومبلكستي اعلى؟ انتربوليشن برضه تمام. فانت يعني انت بقى بتختار عايز كواليتي احسن شويه ولا عايز ولا عايز ولا وتعرف تستحمل الكومبلكسي ولا عايز كومبلكسي اقل ماشي. دي اسئله بنسالها فعلا يعني. واضح شباب؟ يبقى احنا ستيب 1 عندنا هي الترانسفورميشن من ار جي بي لواي سي بي سي ار وبعدين نعمل سب سامبلنج للكلر ايه كومبوننتس تمام. حلو الكلام. نرجعهم امتى؟ حد يجاوب. عند الديكودر في الاخر خالص. انت مدخل 3 ماتريسيز على الانكودر طلع لك بيت ستريم اولاني بيعبر عن الواي واحد تاني بيعبر عن البي سي بي والتاني سي ار كويس. بعد الديكودر طلع لك 3 ماتريسيز واي وسي بي وسي ار 800 في 800 400 في 400 400 في 400. هتعمل ايه؟ هتاخد 400 دول تكبرهم. حلو. انت دلوقتي احنا قاعدين جنب بعض كويس وعرضت عليك صوره فيها ريد وجرين وبلو كومبوننتس حلو. ورحت قلت لك قول لي البرسبشن بتاعك الانتنسيتي بتاعت الصوره دي عامل ازاي كويس. هتلاقي ان انت قلت رقم معين تمام. رحت زودت ضعفت مثلا البلو. البلو كان 10 وضعفته كويس. تقول لي البرسبشن بتاعك عامل ازاي. هتقول لي البرسبشن بتاعك عامل ازاي كويس. هتلاقي ان البلو لو زاد شويه لو البلو بيزيد البرسبشن بتاعك للانتنسيتي بتاعه الاوبجكت اللي قصادك ما زادتش بشكل كبير ماشي. لو انت بتزود البلو كومبوننت لو بديك تزود الريد كومبوننت هتلاقي البرسبشن بتاعك اكتر شويه. لما تيجي تزود الجرين بقى كومبوننت هتلاقي البرسبشن بتاعك اعلى كويس. ده بناء على ايه؟ على العين بتاعتنا خلاص يعني على السنسورز الموجودين جوه هم بيحسوا بالالوان ازاي. النيرست نيبر هو ان انت بيكون عندك بيكسل هنا عايزه انت هناك تحطيها في 4 بيكسل صح. عايزه تحطيها في 4 بيكسل زول صح. هتعملي النيرست نيبر انك هتكرري دي هنا وهنا 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 خلاص. ده كده النيرست نيبر. الانتربوليشن انت عندك بيكسل اكس 1 وعندك بيكسل اكس 2 جنبها عايز ايه تتحط اكس 1 هنا دي المفروض تبقى ريبليس ب 4 بيكسلز هنا
واكس 2 تبقى ريبليس ب 4 بيكسلز هنا صح. فهعمل ايه؟ هحول احط هنا اكس 1 واحط هنا اكس 2 بس مش هخلي دي بتساوي اكس 1 هخلي دي بتساوي اكس 1 زائد اكس 2 على 2 باعتبار ان دي بيكسل متوسطه ما بين اكس 1 وايه واكس 2 خلاص. يبقى بعمل انتربوليشن ما بينهم ها. واللي تحتها هنا في هو في هنا كان بان بقى اكس 3 صح. فهنا في اكس 3 هعمل انتربوليشن ما بين اكس 1 واكس 3 ماشي. النقطه دي هعمل انتربوليشن ما بين اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 واضحه كل واحده بالويت بتاعها واضحه ولا ايه؟ طيب الحمد لله قسمنا الايمج بتاعتنا. هنعمل ايه؟ هنعمل اللي احنا قلنا عليه المحاضره اللي فاتت. خدنا 8 في 8 بلوك ناخده كده نعمل له ايه؟ 2 دي دي سي تي خلاص؟ يطلع لي 8 في 8 كوفيشنتس ماشي؟ بسالكم بقى تحت هنا ده لوسي ولا لوسلس لحد دلوقتي؟ لوسلس لحد دلوقتي، لحد دلوقتي لوسلس خلاص؟ حلو جدا. دول الاشكال الجميله اللي احنا شفناها المره اللي فاتت صح. دول البيزس فانكشنز بتوعنا اللي اول واحده على الشمال دي بتبقى دي سي كلها، تاني واحده على يمينها نص كوساين، بعد كده كوساين كامله، بعد كده كوساين ونص وهكذا ماشي. بس دول ركزنا فيه. الكوانتايزيشن بقى، الكوانتايزيشن هي دي الخطوه اللي فيها لوسز. احنا بقى عندنا قلت كده كلمه اسمها اليوما كومبوننت، بيسموا الواي، الواي بيسموها انتنسيتي او جراي سكيل او اليوما كومبوننت خلاص. الثلاثه دول زي بعض خلاص. والثانيه بيسموها كالورد تو اذر ماتريس كالورد او كروما كومبوننت خلاص. يعني اليوما وجراي سكيل او انتنسيتي نفس الحاجه، كالورد وكروما نفس الحاجه خلاص. طيب عايزين نعمل لهم كوانتايزيشن، فاحنا قلنا هنبص على الهيومن فيجوال سيستم بيعمل ايه. بصوا بقى، بصوا يا شباب، الهيومن فيجوال سيستم ده حاجه جميله جدا حلو ومعقده جدا. بس زي ما احنا قلنا يا شباب، لو انت عندك صوره سحابه، صوره السحابه دي انت مهتم ان انت اكتر حاجه مهتم انك تعرف ان دي سما صح، واللي تحتيها سحابه تمام. والسحابه دي عموما بيحصل فيها التغييرات الفلانيه دي بالتدرج بتاع الانتنسيتي ليفل الفلاني صح. فانت مهتم اصلا، مهتم جدا بالدي سي، يعني انت مهتم اصلا تعرف كل 8 في 8 بلوك، مهتم ان انت تعرف هو اخباره ايه، قيمته كام، عشان ده اللي بيمثل الافريج بتاع البيكسلز اللي موجودين هنا صح. وبعدين احنا عنينا بقى كمان سنسيتيف اكتر، سنسيتيف اكتر لللو فريكوانسي كومبوننتس، للتغيرات في اللو فريكوانسي كومبوننتس حلو. هي طبيعه عنينا كده، لو في حاجه فيها لو فريكوانسي انت بتعايز عشان تفهم الحاجه بتبص على العموم بتاع شكل الصوره، التفاصيل الدقيقه بتبقى انهانسمنت بس مش اساس كويس. فاحنا عنينا مهتمه باليوما كومبوننت عن الكروما كومبوننت، وعنينا مهتمه باللو فريكوينسز عن الايه؟ عن الهاي فريكوينسز خلاص؟ بما ان احنا دي طبيعه عينينا، دي طبيعه البرسبشن سيستم بتاعنا. يبقى احنا نحاول نعمل ايه واحنا بنكوانتايز، واحنا بنحاول ان احنا نشيل كوفيشنز، نعمل ايه؟ ايه اللو فريكوينسز في الصوره؟ واحنا فاكره انت المره اللي فاتت وانا بتكلم على الدي سي تي، لو انا بتكلم على فيكتور عباره عن 8 اليمنتس كويس؟ الثمانية elements دول ده كده في التايم دومين، بلاش خلينا نسميها N كويس؟ وده الدي سي تي دومين كويس؟ هيطلع لي برضه 8 elements صح؟ ده الدي سي صح؟ ده اللو فريكونسي كومبوننت، اللو فريكونسي كومبوننت اللي هو البروجيكشن بتاع ده على النص كوساين صح؟ كده اللي هي بتشوف هو ده في قد ايه من النص كوساين، الاعلى منها شويه دي اعلى، دي فريكونسي اعلى، البروجكشن على ده على كوساين كامل تمام كده. فهو احنا زي ما قلنا هنا بنحاول نشكل ده
من مجموعه من السيجنالز اللي هي نص كوساين وكوساين وهكذا. هناك كنت بحاول اشكل الصوره بتاعتي من البيزنس فانكشنز اللطيفه اللي هناك دي، صح؟ فهو انا عيني هتكون مهتمه اكتر بالكوفيشنز اللي هم اسمهم طبعا اكس 0 0 واكس 0 1 واكس 1 و0 واكس 1 1 وبعدين اقل شويه اكس 2 0 ها، بعد كده اقل شويه كمان اكس 3 و0 كده اقل واقل اكس 4 و0. لو في هناك تشينج، لو في هناك غلطه، لو في هناك اي حاجه وتلخبط، مش فارقه كتير في عيني، ماشي؟ مش تفرق كتير فعلا. يعني انت تخيلوا مثلا انا ببص على صوره وفيها شعر بني ادم مثلا، يعني كويس، شعر بني ادم ده ممكن يكون فيه تريسز كده صغيره جدا، فدي تعتبر مثلا هاي فريكوينس، تمام؟ لو حصل تشينجز في دي، حصل فيها شويه لخبطه، بقت ليتل بيت نويزي، كويس، العين مش هيفرق معاها كتير، از لونج از ده شعر، اسمه شعر في النهايه، تمام؟ فخلاص احنا فاهمين الصوره وعينيها مرتاحه فيها معايا. لو انت هتبقى دقيق وهتزوم ان وكده هتفرق معاك، انما غير كده مش فارقه معاك خالص. معايا؟ طب بما ان انا قلت يا شباب العين مور سنسيف لللو فريكوينسز ذان الهاي فريكوينسز، ذيرفور وي كان توليريت مور كوانتايزيشن نويز فور ايه بقى؟ فور الهاي فريكوينسز واللو فريكوينسز؟ هاي فريكوانسي، صح؟ لان انا عينيا مش فارق معاها الغلطات اللي في هاي فريكوانسي قوي، فممكن استحمل كوانتايزيشن نويز زياده، يعني ممكن استحمل كوانتايزيشن نويز زياده. نفس الكلام بالنسبه لليوما وكروما كومبوننتس، احنا اصلا عينينا سنسيف اكتر لليوما كومبوننت، وبالتالي فاحنا ممكن نكوانتايز كروما كومبوننتس اكتر، صح؟ واضح الكلام اللي بقوله ده ولا لا؟ تمام؟ طيب يبقى الدي سي تي كوفيشنتس فور ليوما اند كروما كومبوننتس دول كوانتايزد. انا بكوانتايز ليه اصلا يا شباب؟ بصوا ده شكل الدي سي تي ترانسفورم بتاع 8 في 8 بلوك، كويس؟ ده حمثله ازاي ده؟ حمثل 235.6 حمثلها ازاي؟ نزل في الاخر اعمل some kind of rounding، يعني صح؟ لازم اعمل some kind of rounding او quantization، يعني ماشي؟ 1.579 ايه ده؟ دي كلها ارقام floating point اصلا، ارقام floating point اصلا دي مش هينفع تتبعت بالشكل ده، هتاخد لي خلاص تخلي فايل سايز ضخم جدا، انا مش عايز كده، انا عايز في النهايه امثلها ان انتجر ان بيتس، عايز في الاخر امثلها ان بيتس، ما ينفعش الكلام ده، تمام؟ فانا نفسي الحاجات تمثل بشكل يبقى سهل ان انا اعمل لها ريبريزنتيشن بعد كده واعديها بقى على هافمان ومش عارف اطلع سيمبلز، انا عايز اطلع سيمبلز، انا هدف في النهايه اطلع سيمبلز عشان اديهم على هافمان بعد كده، خلاص؟ فاحنا تحبوا ناخد بريك 10 دقائق وبعد كده نكمل؟ 10 دقائق بس، 10 دقائق بس، ماشي؟